اكثر شغلات بدي تركزوا عليهم. هذا بالنسبه للشاي اللي بدخل وبحمي وبرطب وبنظف كل الجدران وبيخلي رائحه عطريه كاتله للفيروسات وللالات. هذا بالنسبه للاعشاب. هلا نفس الاعشاب انا ممكن استخدمها بطريقه ثانيه، يعني الاعشاب كويس انه نشربها، احنا ساعتها بننشط الجدران الداخليه وفي الداخل، ومش واذا بدكم تزيدوا الفاعليه ادهنوا بزيت زيتون على المناطق هذه، اذا ادهنوا بزيت نعنع، ادهنوا بزيت زعتر، هاي الزيوت ادهنوا بزيت لوز، زيت لوز يا جماعه على المناطق هاي مناطق الصدر، ساعتها بدخل من جوا عن طريق شرب الشاي وبدخل من برا عن طريق الجلد وبمتص الجلد، فبناخذ دبل النتيجه. فاهمين النقطه هذه؟ وكمان اذا بدنا نزيد المفعول تاع الاعشاب هذه مع البخار، بندخل على الحمام مع بخار مي سخنه بنحط طنجره وبنعمل زي التبخير اللي هي معروفه للاعشاب هذه وبنحطها في الحمام، بس نضمن انه يكون في تهويه او نقدر اذا شعرنا في غثيان نقدر نطلع من الحمام بشكل امن ونقعد فيها الحمام مع المي السخنه ومع البخار ومع هالاعشاب هذه اللي هي بتنتشر في البخار. يعني الزيوت بتاعت الاعشاب هاي كيف بتنعمل؟ بصير في تبخير للاعشاب هذه ومن البخار باخذوا بعد تبريد البخار باخذوا الزيوت هذه اللي انتم بتستخدموها عشان تدهنوا. فانا اخذ البخار هذا بشكل مباشر، اول شيء البخار لما يدخل على الرئتين بنظفها، بيعمل زي كوي في البخار، كوي في البخار مع الاعشاب هاي اللي بنبقى شاربينها يا حبيبي، ساعتها كل اشي بيكون لين. مع الحمام، مش حدا يسألني شو الحمام، هاي وصلنا حمام مع التبخير هذه مع المية السخنة اللي على كل جسمك ولو لعشر دقائق. ماشي الحال. شو كمان يا دكتور؟ شو كمان خبرنا؟ هلا ارخينا كل العضلات، ارخينا كل الجسم، لينا الجدران الداخليه، حطينا نكهه الاعشاب جوا، هلا بدنا نبلش نجبد، بدنا نبلش نشتغل في ايدينا ونعمل الحركات هذه. اول شيء ممكن نعمل مساجات بسيطه شوي شوي، نبلش من المناطق هذه هيك من فوق ونرد نملس ونرد نعمل كذا كذا على صدرنا على ايدينا قد ما نقدر نوصل حوالين بالزيت. بعد ما نعملها ممكن نعمل الحركات هذه على كل مناطق العمود القفص الصدري ونضلنا نعيد، وبين كل دقيقة نقح ونطلع هالبلغم لأنه هلا البلغم صار سائل، ونضلنا نكمل ونكح ونرتاح شوي ناخذ نفس لانه نفسنا حنقطع والاكسجين حينزل لانه هذا جهد بدني وبدكم تعب. فبتكرروا الحركات هذه على 5-6 مرات مع كبلها بتكون ملينين. هلا بنطلعوا هذا وبعدين بنروح بنقذفه وبنتخلص من هالسكريشن هذا بعد ما نتاكد ونشمه ونشوفه للسكريشن نشوفه احمر ولا ابيض، مريض ولا مش مريض، في اعراض شيء ولا لا. ماشي الحال. وبعدين بنروح بنستلقي او بنتمشى وبنعمل تمارين او بنتحرك شويه بنعمل تمارين تنفسيه، ساعتها الجسم تاعنا بيكون 100% زي السجادة لما بدنا نغسلها بنحط مي سخنة أول مرة مي سخنة ثاني مرة بنحط كمان بصير نضربها بالعصاي عشان نطلع هالغبرة هذه كلها، وبعدين بنمسكها ويا الله وبنجبدها جبدة هيك قوية نفضة قوية اللي تشيل كل هالوسخ هذا وبعدين بنخليها بنهويها تحت هالشمسات بتكون 100%. فاحنا بنغسل في الشاي وبعدين بنحرك كل شيء في العصاي وبعدين بنكح وبعدين بننشرها هيك بالهواء النقي اللي هو بنروح بنكزر شوي بين هالاشجار، بنطلع على الجبل، نطلع هون اللي ناخذ هواء نقي على اساس نطلع كل هالاكسجين وكل هالثاني اكسيد الكربون وندخل هالاكسجين.
وهيك احنا بننظف كل المناطق هذه، وبننظف منطقة الأنف ومنطقة الدماغ ومنطقة العيون والأذن، كله بتفتح مع هذه الأمور اللي بنسويها. خلينا نكمل على منطقة الدماغ، بعدين بنروح للويبلاش سيندروم بعد حوادث السيارات، بعدين بنروح لوجع الظهر، وبعدين بنروح لوجع الرقب. ان شاء الله تتحملونا بس، وبعرف ايش عملتوا شير ما عملتوا، بس بدكم تعملوا اعملوا، بدكم مش بلاش، بس اقل ما فيها حطوا الصلاة على النبي، حطوا لي اياها في التعليقات. اعرف انكم استفدتوا وانه عاجبكم الفيديو بس، وبديش اشوف اي تعليقات تاني غير الصلاة على النبي. نكمل. هلا احنا نظفنا لحد هون، هلا بدنا ننظف لفوق، بنعمل الحركات هذه، بنعمل بنفتح المنخار بالطريقه هذه، بنعمل الكبسات هذه كذا 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 في المناطق هذه، عيدوا تكرارها هذه، المساج اللي تحت العينين، ازاله كل المخلفات، نسحب هيك بالطريقه هذه، هذا مساج، وهيك لورا وبعدين لقدام وبعدين لورا، وبعدين حركة الذان بالطريقة هذه كذا كذا، بنضلنا نعيد ونكرر هاي حركات ورا الراس، بنمسك المنطقة هذه بعدين، وبنبلش الضغوطات. أكثر مناطق ممكن نضغط عليها اللي هي منطقة أسفل الظهر، العمود الفقري في الرقبة، بنضغط بنضغط بنعمل الحركة هذه، وبعدين بنضغط وبنرخي. هاي ركزوا لي عليها، لأنه هاي وراها الله وكيلكم، جاي المخ وجاي التقاط النخاع الشوكي، وهذه العضلات جاي بزاوية، فضروري نضلنا نمسج فيها. هاي هي الستريس مصر، هاي اللي بتأثر على الهرمونات، هاي بتأثر على الدورة الدموية للدماغ، فهاي النقاط مهمة جدا. بعدين حوالين الأذن بنعمل مساج، وبنضغط من ورا نفس الشيء، بعدين بنمسج من ورا بشكل نضغط، بعدين بنيجي على المناطق هذه بنضغط وبنلف وعكس عقارب الساعة، وبعدين بنضغط 5 ثواني وبنرخي نفس الشيء المنطقة هذه، بنحرك بعدين بنضغط وبنرخي نفس الشيء المناطق هذه، نفس الشيء المناطق اللي هون، نفس الشيء المناطق اللي هون، نفس الشيء المناطق اللي هون، نفس الشيء المنطقة هذه، ونفس الشيء المناطق هذه. وعشان نسرع كمان بنعمل تمارين حركات بسيطة للعينين، على اليمين على الشمال فوق تحت، للمنخار على اليمين على الشمال، بنحرك الفم، بنسكر بنفتح العينين. ها في تمرين مهم كتير تسووه، هذا بسرع على إزالة هذه وبنشط لكم العضلات. خلينا نسويه مع بعض، هذا كويس كتير. هذا احنا بدنا نقوي اي عضلة، بدنا نقويها بنصير نحط لها مقاومة، فاحنا هاي بدنا نحط مقاومة هون بالطريقة هذه، وننزل اللحية لتحت في هذه الحركة. لما نعمل هاي الحركة مع المقاومة، ساعتها هاي العضلات اللي تحت بتقوى، ساعتها بصير فيها اهتزازات قوية، وهذا بشفط المناطق هذه الدهنية والسوائل بشكل كبير. بنحط ايدينا وبننزل شوي شوي حسب الراحة تاعتنا. طبعا اي واحد عنده مشاكل في الرقبة بيكون حذر في هذه الشغلات. ونفس الشيء بنبلش من ورا وبننزل. هلا شو بسوي انا؟ انا بحط مقاومة وبمنع لحيتي انها تنزل، وهاي المقاومة حسب، كل ما زدت المقاومة كل ما العضلات هاي كبرت أكثر. بس بديش ألم، بديش مشاكل، شوي شوي خلينا نبلش شوي شوي. ماشي يا دكتور. شو كمان؟ هاي خلصنا من النقاط هذه، تمام. هلا نروح، هذا هيك نظفنا كل الجهة، المنطقة هاي الأنف والفم والمنطقة هذه والصدر والبلعوم والكذا. شو شغلات كمان بتنظف يا دكتور؟ أنا بعطيكم هالوصفة وانتوا عملوها، وبس قولوا صلى الله على سيدنا محمد. بدكم تأكلوا صحن سلطة، السلطة هاي بده يكون فيها الشغلات المكونات الرئيسية، بدها من نحط أفوكادو، حبة أفوكادو بتوقع الكل بعرفها، سبانخ،
شوية بندورة، شوية خيار، شوية بقدونس، كثروا من البقدونس مش شوية، بقدونس. شو كمان يا دكتور؟ شو كمان يا دكتور؟ خلينا على هذه الأمور. وإذا في عندكم لوز، إذا في لوز اطحنوه وحطوا على اللاب، وبتحطوا عليها هذه طحينية اللي هي زيت السمسم، وبتحطوا عليها ليمون، وبتحطوا عليها بصل، وبتحطوا عليها ثومة، وكثروا من الليمون وزيت الزيتون. وما هو في عندنا كمان طحينية، يعني في عندكم زيت زيتون أفضل شيء للجهاز التنفسي وللمفاصل ولكل جسمكم، في عندكم الثومة سبع مضادات حيوية لحالها لكثير كل البكتيريا وتنشيط كل الجهاز التنفسي والدورة الدموية، في عندكم البصل نفس الثومة وأحسن كمان في الروائح هاي اللي بضلوا يطالعها وبقتل كل البكتيريا، في عندكم البقدونس بتجرح كل المنطقة هذه وهاي الخضار وبتنشط عملية الدورة وبتعمل عملية جلي لكل المنطقة هاي ابتداء من الأنف لحد الكولون من تحت لحد عملية الإقراط جلي، لأنه هاي بتعمل عملية ميكانيكية. هلا بقول لكم شو بتسوي، خلينا المكونات، يعني المكونات عارفينها، بندورة وخيار وبقدونس وليمون، وبنحط فوقها مطحون شو اسمه لوز، وبتحطوا عليها طحينية أو زيت سمسم وزيت زيتون والثومة والبصل، هاي المكونات الرئيسية. بدكم تحطوا شغلات تانية كذا وتحطوا اللي بدكم إياه، وبصيروا تاكلوا فيها السلطة وامضغوها على أساس تعقموا كل نسيت شغلة مهمة، والفلفل الحار. الفلفل الحار يا جماعة هو لحاله كومبو، بجوز زي الثومة زي البصل، حطوا عليها فلفل حار، وأفضل أنواع الفلفل الحار الفلفل الأحمر. وعشان تضلكم تشربوا حطوا كاسة ليمون مع نعنع، كاسة ليمون مع نعنع عشان تصيروا مع السلطات هذه لسه تشربوا ليمون ونعنع، خلي جسمكم يكون حامض وكذا. بس اللي عنده مشاكل في المعدة شوي شوي، لو عمل شوي صغيرة ماشي. هاي بالنسبة للمأكولات، والسلطة هاي يا جماعة بتعمل جلي لكل المنطقة هاي لأنها خشنة ومواد خشنة وفيها فايبرز، مش بس المواد الكويسة اللي موجودة فيها للمفاصل وللجهاز التنفسي، كمان ممكن تضيفوا جينجر، الجينجر كويس كمان كتير إذا بتحطوه مع الخليط هذا، الكركم كويس كتير للجهاز التنفسي، الكركم الأحمر هذا اللي بنحطه كبهارات هذا كويس كتير كمان، النعنع والزعتر طبعاً. وما تنسوش تحطوا على السلطة هاي نعنع، وإذا في زعتر كمان، أنتوا بتحصلوا هيك وجبة بتجليكم كل الجهاز التنفسي، بعدين تنزل على المعدة، بعدين تنزل على الأمعاء الغليظة والرفيعة، وبتكونوا منتهيين من كل مشاكل المعدة ومن كل مشاكل الكولون ومن كل مشاكل الجهاز التنفسي، وبتحسنوا كتير من وضعكم. هذا بعد المي السخنة ماشي، لأن هاي العمليات إذا واحد بيحتاج لها يكررها أكثر من مرة في اليوم. من الشغلات اللي ممكن تعملوها اللي هي التمارين التنفسية